هاي يا بنات، النهاردة اللوك التاني والتالت من كورس الزقازيق. ممكن تدينا العينة التانية؟ كان فيها لازم ثلاث عينات دي؟ لا هنا مش باين، مش شايف. تعالي كده شوية قاعدة بجنب. كده باين؟ ايش نت رجعك؟ نبعت الريحان بتقول لك مساء الخير، انا عرفت اسمك. الناس دي من بغداد. شايفين اللي بس ماسكه الفرشة ازاي؟ الناس اللي كانت ماسكه النهارده بت كده كده. لا ما ينفعش، دايما الميك اب ارت دي اعتبر نفسك فنانه رسامه كده، تمام؟ ديك تبقى خفيفه خالص على بشره البنت وانت ايه بتشتغلي كل حاجه في نفس الوقت. وفي نفس الوقت ايديك ما بتاخدش يعني الفرشه ما بتاخدش كتير. مون مون بتقول لك هاي هاي. موديل النهارده ميك اب ارتست في الزقازيق بنشتغل عليه. ايه يا بني ايه يا بني احنا عندنا جديدة هنا ايه؟ اشهر شوية، تمام؟ اشهر مطرح ما احنا عملنا العين الاول على ما فتحت مش عارف ايه اشهر شوية. هتعمل ايه؟ هتجيب الجديدة بتاعتك تبعك لان انت فنانه وشغلك جدا حلو. الله يسعدك ويحفظك. ام علي مرمر بتقول لك احلى ميك اب ارتست. شد الجفن كده شويه، تمام؟
ميرنا بتقولك بحبك جدا وبحب شغلها قوي. ندى ايمن بتقول لك تحفه دايما. ميرسي يا ندى. اوقات كده ساعه مش بعيده مطرح باودر كده باخد من المسكره من السهل تمام تبتدي ايه اظهرها كده. يا ميرنا اودي في عين كات كريس وعين سبوت لايت. يا جماعه مش قادرين يعني نعمل عين قمر بتقول لك لو الفاونديشن طلع غامق شويه عليا افتحه ازاي؟ اكيد هما سامعين ان احنا بنحب مصر قوي.
مش كبيره شويه ولا يعني انت ما عندكيش مش هتتقص منين مش هيتقص منين هقص بقى عارفه قد ايه بالظبط بقص ايه بجرب مني دي ثلاث اربع شعرات كويس لقيته لسه طويله يبقى ايه هقص تاني كده يبقى ايه جبت الحجم بتاعها تمام نفس اللي قصرتيه هنا هو فين اللي رفعت ايه اقرب لمحافظتك او انت منين وكلمينا كرسي القاهرة عليه اوفر نازل من 4000 ل 2000 جنيه يوم 25 وقاعده في راس البر شويه هنا وشويه هنا طب انت اقرب حاجه ليكي القاهره منصوره المنصوره شوفي انت اني احسن بالنسبه لك تمام
المنصورة بيكون في فندق مارشال المحطة. أو مارشال الجزيرة. أو مارشال الجزيرة. أول ما ينزل الإعلان هتلاقي التفاصيل كلها. دينا العين التانية عشان هما ما شافوهاش طول اللايف. عايزة كونسيلر فول كفر دراج ستور بس يكون كويس قوي. خلاص بقى ما هوش العب بقى ايه وقف القلم وكده خلاص يعني اريحها بقى شويه خلاص ما ديش بقى
هعمل في العين التانية اسود مش عارف. نجرب هنا نشوف اسود هنا نشوف ايه الابيض ايه. عيب هي بس مش الاسود مش يعني انا ما بشوفش الاسود صراحة بداية دي. هنا وسع عشان هنا حاطين ابيض هنا تحسيها يعني ما وسعتش وما ضيقتش صح؟ بس حلوه مكياج ايه؟ البشره كده بيليق عليها اي الوان فوق العين، اي الوان فوق العين بيليق عليها، المشكله بس في البشره السمراء مش اي الوان بتليق عليها. انا حطيت جل ايلاينر، جل ايلاينر جوه العين، ممكن انا اروح لاسود. يا منون والله ردت عليكي وقالت لك اي حاجه بتليق على البشره البيضة اي الوان بتليق على البشره البيضة إيه لو بتتكلمي في يعني في ركات العين البشره السمراء هي بس اللي بتبقى معانا ازمه فيها. تقول لك هايلايتر ذهبي ولا فضي؟ هايلايتر بيها ايه؟ احدد بيها الوش.
بعيد قوي يا بعيد. عشان انا وعيد يعني نفسها تمشي كده. هي عندها اي حاجة رشا. لا عايز بالعكس انت ممكن تعملي هنا غاوة هنا غاوة وتحطي الذهبي ده او الزيتي ده في النص بس. لو شافت غيري مش انت ميك اب ارتست؟ لا انا عايزة انت شغلي انت مش عايزة شغلي انا. انا ميك اب ارتست بس ما اعملش لا ما انتوش تشتغل على بعض بكره. هنغير انا عامل بس مش عايزه اعمل لنفسي. عايزين شغلك انت. بجد تسكت من بلاد البيت ده صح؟ ما شاء الله روعة تسلم ايدك. حاسة ان في ايدي اعلى من دي صح؟ اشيل الزيادات هنا ليه؟ فرشة الكونسيلر تمام؟ بمسح ايدي الزيادة. مؤدبين. بنات استنونا بكره ان شاء الله في اللوك الاخير. انا لسه مخلصتش. ما مش هنقفل الجهاز. لا ماشي افتكرتك خلصت يلا. مش عارفة ازاي هي اللي هو المهرجانات يعني.
ايوه عشان عايزه اقول لهم حاجه ان شاء الله بكره اللوك الرابع من كرسي الزقازيق. كرسي الزقازيق جاي يوم 5/3. كل مواعيد الكورسات نازله على اللايف.